الحمد رب العالمين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. نواصل درسنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معنا جمع التكسير. قال ابن مالك: وفعل اسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان شمل. فعلا وكذلك فعيلا كذلك فعل غير معل العين، عين غير معل، أي حرف صحيح. فعلان صيغة الجمع للأسماء المفردة فعلا فعيلا أو فعل فعيل وفعل. يقول فعلان، عفوا ليس فعلان، فعلان عفوا فعلان جمع شمل الأوزان السابقة، وهي فعل حيث قال فعلا اسما، فعل بشرط أن يكون اسما، كظهر جمع ظهران، وفعيل فعيل كرغيف رغفان من جموع رغيف رغفان، هناك أرغفة هناك رغفان. فعل بشرط ألا يكون معتل العين كحمل حمل حملان، ولكريم وبخيل فعلا كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه فعلاء في المعل لمن ومضعف وغير ذاك قل. كريم بخيل صيغة الجمع فعلا فعلاء، إذن كرماء بخلاء. كذا لما ضاهاهما ينسترا dengan بخيل دان كريم قد جعل، ونبع عنه أفعلاء قد يكون أفعلاء في المعل لامن، قال لام نيا بروبا علا جمعنا أفعلاء، ومضعف كذلك مضعف وغير ذاك قل، ما بقي قليل. وزن فعلاء من جموع الكسرة جمع لكريم كرماء وبخيل بخلاء، وما ضاهاهما مما دل على سجية، على السجية صفة برانغي مدح أو ذم، وهو للمذكر العاقل. فإن كان المفرد الذي على الزينة فعيل معل اللام معل اللام أو مضاعفا جمع على أفعلاء كسخي أسخياء، درموان جمع أسخياء، وجليل أجلاء. وقل أن يجمع على هذا الوزن ما كان غير معلم لا مضاعف ولا مضاعف كصديق أصدقاء ونصيب أنصباء. فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مع نحو كاهل، وحائد وصاهل وفاعل، وشذ في الفارس مع مثله. Ini sebenarnya dihafal saja, sehingga jamaah taksir apa saja. Saking banyaknya mungkin ada yang pusing. Fawa'il jam'un lil alfadhil atiyah. Fawa'ilun li faw'ali al-awal faw'al ka jawhar jawahir. Wafa'alun misal khatam khawatim, taba tawabi. Wafa'ila misal fa'ila ka qasi'a qawasi'. وكاهل نحو يقال كواهل، وفي شاهد شواهد. حائض وطالق يقال حوائض وطوالق. صاهل نحو يقال أفراس صواهل، وحمير نواهق. فاعلة كبارعة بوارع، نائبة نوائب. ورد شذوذا جمعا للوصف الآتي للعاقل على وزن فاعل
فورد عن العرب جمع فارس على فوارس، وبفع إلج معا فعاله، وشبهه ذات إنو مزاله. اجمع فعال على فعائل كسحابة سحائب، وكذلك شبه فعالة يجمع على فعائل كذؤابة ذوائب، فعل وفعل ذآبة ذوائب، حمولة حمائل، وخميلة خمائل، سواء كان بالتاء كهذه الأمثلة أو كانت التاء غير موجودة كشمال شمائل والسحاب سحائب لوجود التاء أو عدم وجود التاء، جمعهما سواء شمائل سحائب. وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعذراء، والقيس اتبع صحراء وعذراء جمع على الفعال، إذن صحاري وعذاري. وكذلك فعال صحارى وعذارى، تقول صحاري صحارى، عذاري عذارى، وقس عليهما نظيرهما. واجعل فعالية لغير ذي نسب، جدد كرسي تتبع العرب. أمرك ابن مالك رحمه الله بأن تجعل وزن فعالية، فعالي جمعا لكل اسم ثلاثي في آخر ياء مشددة ليست ياء مجددة للنسب، بكن أو للنسب بكن ياء نسبة، ككرسي ياءnya bukan ياء نسبة لتشديد tapi bukan نسبة، جمعnya كراسي على وزن فعالي. واحترز بقوله جدد عن ياء النسبة التي لحقت لحقت بعض الأسماء فصارت نسيا منسيا، نسيا منسيا، وصارت يوها كالياء التي ليست للنسب كمهري، لأنه في الأصل منسوب إلى مهرة، يعني يا نسبة. وبفعال لا وشبه انتقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقى. المراد بالشبه فعال نحو فعائل ومفاعل وفواعل كجعفر جعافر، مسجد مساجد، كاهل كواهل. والمقصود أن فعال وشبهه يكون جمعا لما زاد على ثلاثة أحرف وهو الرباعي، وأما الخماسي الأصول فأشار إليه بقوله من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس. إن في نفي كان أي احذف الآخر، حرف ترهنيا ديهابوس كان، من كل خماسي مجرد أصل، مجرد خماسي جميع حروفه أصلية، لتصل بذلك إلى بناء فعال كسفرجل سفارج، حرف الأخير خذيفة لم خذفت فصار سفارج، وفرزدق فرازد فرازد. وقوله من غير ما مضى قيد لما ذكره في البيت الذي قبله، أراد بإخراج ما زاد عن الثلاثي ولم يجمع على فعال وشبهه. الله أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.